السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تفسير سورة الواقعة. سورة الواقعة إشارة لصاحب الرؤية أو الذي تلاها في منامه، فبتشير له بالغنى أو عدم الافتقار، خلاص لا يفتقر في حياته أو في دنياه، ويكون سباقا للخيرات والطاعات، ويأمن مما يخاف، ده إذا كان تليها. وإذا كان بيأمر حد أن يتلوها فده يعتبر بيأمر الناس بالطاعات والخيرات، يا جماعة اعملوا كذا، اعملوا من الخير، اعملوا من البر، خلاص تصدقوا، أنفقوا، حافظوا على العبادات، اقرأوا القرآن، يعني دايما بيشير للناس بالنصائح اللي بيها الخير والفوز والنجاة، ده إذا كان بيأمر حد ليها. طيب إذا كان بيسمع مش بيقرأ سورة الواقعة، بيسمع فيها سورة الواقعة، فهو بيسمع لكلام الخير والإيمان، كلام الحكم، بيسمع يعني وعنده استعداد للنصيحة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.